ثورة الأقباط 9 أكتوبر، ثورة 9 أكتوبر للأقباط، مطالبنا معروفة، 5 مطالب. يلا نعد على صوابعنا، 5 مطالب، 5 مطالب، ما يقلوش مطلب واحد، 5 مطالب للأقباط. أول مطلب هو إقالة محافظ أسوان فورا والتحقيق معه، المحافظ يقدم استقالته ويتابد على الجناح والكنيسة كنيسة ماريناس المنهدمة خبابا وجرسا وصليبا، والمحافظ لو ما قدمش والاعتراف بها كنيسة واستخراج جميع التراخيص المعتم عليها كاملا وبنائها على نفقة الدولة. 3 القبض على البناء والتحقيق معهم لمن مد يده على هذه الكنيسة، وأيضا من سحل البطل رائف، الربط البناء فورا. 4 وعارف ان في قرار يبنيها احسن، التحقيق المشير حل المشكله بسرعه في فض الاعتصام بالقوه وبضرب النار الحي وسحل الاقباط ودفع ابونا متياس سمونة فلوباتير والتعدي عليهم والتحقيق مع قائد هذه الوحده التي قامت بهذه الفعله الشنعاء. 5 التقرير وإصدار أمر بكوتا للأقباط بربع سكان مصر للأقباط ليعلم العالم جميعا أن الأقباط يمثلون 25%. 5 مطالب مش هنتنازل عنهم، إقالة محافظ أسوان فورا والتحقيق معه. 2 بناء كنيسة ماريناب قبابا وصلبانا وجرسا والاعتراف بها كنيسة والاعتذار عن كل ما صدر من المنيا بأنها في الميديا بأنها مضيفة. 3 القبض على الجناة الذين هدموا الماريناب. 4 تعويض البطل رائف أنور فهيم والتحقيق على من كل من مد يده بسحله وضربه وكل من فضل الاعتصام بالقوة وخصوصا قائد الوحدة. 5 بنطالب النهاردة بكوتا للأقباط تمثل 120 كرسي للأقباط، 120 كرسي بعدد ربع سكان مصر، لأن الأقباط قوة لا يستهان بها.